تستهل أخبارنا الدولية بالملف الصحراوي، حيث أكدت المنظمة الكوبية للصداقة بين الدول تضامنها غير المشروط مع كفاح الشعب الصحراوي المستميت في وجه الاحتلال المغربي، مشددة على حقه المشروع في الحرية والاستقلال، وذلك خلال الدورة العاشرة لمهرجان الصداقة المقام بكوبا، كما دعت مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لحماية حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.